مداروها اليوم وهو صرح بها سيد رئيس الجمهورية، هو صرح بها سواء بالنسبة للأراضي ولا بالنسبة للثروة الحيوانية. لكن اليوم الثروة الحيوانية هذه رزقنا بها رب العالمين، ثروة هامة وهامة جدا، من أحسن السلالات في العالم، هذه لازم نحتفظ بها ونعانيها ونعاني عن الناس ونحافظ على الناس اللي عايشين بها. ولذا اليوم الثروة الحيوانية تحتاج عمل كبير، ونمشي لهذا الناس ونخلي لهم لا 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 كل الوسائل الإنتاج، وسائل لا 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 التربية نديرها لهم ثم في عين المكان، ابتداء من نقاط تاع الماء، لازم لهم لي بويندو، لازم الطرقات، لازم الكهرباء، ولازم تفجير المياه، ولازم لهم الصيانة والطبة، وباه يديروا المعاهد ويديروا اللابوراتوار المخابر، وباه نحافظوا على هذه الثروة وننتج اللحوم الحمراء. وإذا كان هذا العام راح نستورد، في السنين القادمة ما نستوردش وعيب، نستورد اللحم للجزائر.